ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. نعم. وروى مصنف أيضا في حفظ اللسان عن الغناء، والغناء كما قلنا وإن كان فيه خلاف لكن الراجح أنه حرام، لا سيما التصريح الذي جاء عن النبي الأمين على الأمة بأنها يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا هنا يعني محمد الفضل قال: نزل حتى رجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع غناء، فقال صاحب المنزل: كف هذا عني. فقال له: وما تكره من ذلك؟ فقال: ان الغناء زائدة من زائدة الفجور، لا احب ان تسمعه هذه، يعني فان كففته والا خرجت عنك. قال احمد رضي الله عنه: ترك الغناء والاعراض عن استماعه خير، ترك الغناء والاعراض عن استماعه خير لمن ذهب اليه هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى. ثم ان كان شعر محظور فهو حرام، وذلك ان يقول مقولا في جنس غير الحلال كالغلماني او في غير محرمة من جنس الحلال. قال الحليمي رحمه الله تعالى: وانما خرج ذلك لما فيه من الاغراء بالحرام، فدخل في قوله تعالى: ولا تعاون الاثم والعدوان، وهذا معناها قطع الوسائل، معناها قطع الوسائل. وهنا يتاتى مذهب الامام مالك بقوته في مساله سد الذرائع. وروينا عن عائشه رضي الله عنها: دخل ابو بكر عندي جاريتان، وهذا في الصحيح البخاري، من جواري الانصار يغنيان بما تناولت الانصار يوم ابو عاث، فقالت: وليست بمغنيتين. فقال ابو بكر: أمزمور شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر، ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا حديث مهم جدا، فيه فوائد عظيمه عندما يقول ان لكل قوم عيدا، ان الاعياد توقيفيه. يبقى ما ينفع ان واحد يقول عيد النصر، عيد الفلاح، عيد القوميه، عيد ما في. الاعياد توقيفيه عباده، يعني اتخذها عباده. وقال يعني لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وسأل أبي الزهري: وأنا أسمع هل كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة في الغناء؟ قال الزهري: نعم، خرج رسول الله فإذا هو بالجارية في يدها دف تغني، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفت وأشفقت وأنشأت تقول: يا أيها الركب المحول محول رحله، هل لا نزلت بدار عبد مناف؟ فقالتك أمك: لو نزلت بداره منعوك من ضيم ومن أقرف. يعني هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على حرمة الغناء واحتراز جميع الناس من السلف الصالح، احترازهم من الغناء لما فيه من التشبب بالنساء، وفيه ما فيه من الحرمة في انتهاك الحرمات بمسألة الغناء، يكون فيه ما فيه من اللعب بالرأس، وأيضا جر النفس إلى الخمر وإلى الخنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. شوف انظر، والمعازف اقترنت بالخمر واقترنت بالحرى الزنا، فإذا المسألة عظيمة جدا في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام، وجب علينا أن نعي هذا الباب حتى لو ورد الخلاف في مسألة الغناء، لكن الغناء وسيلة إلى التشبه، وسيلة إلى الزنا، كما قال الفضيل بن عياض وغيره، قال: الغنى رقية الزنا. عامة الغنى كما قلت إن كان فيه من الموسيقى، لأن الموسيقى هي التي تلعب بالقلوب والأرواح. الكلام الطيب أيضا يؤثر، لكن كما قلنا الشعر في نهايته حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشاعر كما في نهايته حسنه حسن وقبيحه قبيح. لذلك قلنا إخوتي الكرام، وجب على الإنسان أن يكف عن ما كان ذريعة للحرام. اللهم ارزقنا ذلك، اللهم ارزقنا ذلك، اللهم ارزقنا ذلك، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وقد بينا في المحاضرة أو في الدرس الماضي بأن ابن مسعود بين بأن أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وأن الغناء مشغل عن القرآن. الغناء مشغل عن القرآن، مزمور الشيطان، هو مزمور الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم جميعا. هل الفوائد ما قلناها فوائد الإمانة؟ طيب فوائد الإمانة: كل شيء بقدر.
التسليم للقدر لا يكون إلا باليقين بأن كل شيء في الدنيا بالله جل في علا، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بالله جل في علا. قدر لابد أن يقع، ما قدر لابد أن يقع. القدر ركن من أركان الإيمان. يا شعب الإيمان، الغناء ينبت النفاق في القلب. قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد المالكية. خلاص خلاص، أبشر يا معز، هذا أمر منك، أفعل ذلك إن شاء الله. إن لم يكن الليلة يكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أنا أريد أنهي أصول التشريع. الغنى يصل بالمرء إلى الخنا، الغنى يصل بالمرء إلى الخنا. اللهم احفظنا رب، اللهم احفظنا رب. أرجو منكم العفو، سأنزل. فؤاد شوب لمن؟ ماشي. طهارة، نعم، طهارة الجنان بحفظ اللسان. رضاك يا أستاذ أحمد، حفظك ربي. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.